كيف الحال؟ أنا نحب نعلم السادة المستمعين ونحب نبين معناها حقيقة الأوضاع اللي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل، وتسليم لبيان الهيئة الإدارية الوطنية اللي انعقدت يوم الجمعة الفارطة 3 فيفري، ودرست الهيئة الإدارية وتعمقت في النقاش ومآلات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوضع السياسي بالبلاد. هذا الاجتماع كذلك معناها قيم خطاب السيد الرئيس اللي توجه به للشعب التونسي من تكمة العوينة. هذا الخطاب معناها أوحى للنقابين وللقيادة النقابية بالأساس أن السيد الرئيس عوض أن يجتمع ولا يطلب معناها منظمة اسمها الاتحاد العام للشغل وتطرح له وجهة نظر هذه على طاولة التفاوض، جاوبنا في ليلتها بإيقاف مسؤول نقابي اللي هو الكاتب العام تاع النقابة الخصوصية لتونس طرقات السيارة. هل العملية نتاع مداهمة منزله في التسعة نتاع الليل وهزانه معناه وإيقافه بشكل معناه مريع واستفزازي وقمعي، اللي يعرف الخاص والعام أن مسؤول معروف ومعروف معناه من المفروض أنه يمشي له في وضيحة النهار، وكل مسؤول نقابي معناه ما يخافش معناه من دعوة للمثول أمام أي فرقة من الأمن، وبالتالي المثول أمام أي محكمة من المحاكم. على خلفية ما وقع اليوم، تستعد إلى التحركات الجهوية؟ الهيئة الإدارية قررت وتلمست وقيمت، وشفنا أن معناها مقدمات استهداف منظمتنا العديدة للاتحاد العام للشغل على غرار ما تم استهداف الاتحاد في 78 وكذلك في 85، وآخر ما استهداف تم يوم 4 ديسمبر 2012. الاستهدافات الكل قيمناها وشفنا أن معناها اليوم في ظل الوضع اللي تعيشه تونس، وخاصة الوضع الاقتصادي المأزوم وكذلك الوضع الاجتماعي المتوتر، كل هذه الأوضاع فيها ما يوحي أنه يغيب الجانب هذا واستحقاقات الشغالين والفئات الشعبية، وفي ظل تصاعد معناها الأسعار وتداول المقدرة الشرائية، كذلك معناها قانون المالية 23، كذلك معناها محاولات رفع الدعم على المواد الأساسية والمحروقات وغيرها، كل هذه المعطيات يلزم معناها استهداف الاتحاد، وبالتالي تلهية الشعب بهذه المشكلة وكأنها معركة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الدولة، والحال أن الوضع الاقتصادي مفروض على المنظومة الحاكمة أنها تتلهى بوضع البلاد بإيجاد حلول للوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وتطبيق الاتفاقات التي أبرمت بمختلف القطاعات مع الحكومات المتعاقبة. كيف ستكون أشكال الاحتجاج في صفاقس نهار 18 فيفري؟ ستنطلق الاحتجاجات هكا معناتها إذا كان التاريخ؟ احنا اليوم انطلقنا معنا في دعوة كل المسؤولين النقابين بمختلف القطاعات قطاع بعد قطاع وتحسيسهم، وبطبيعة الحال معناها الإعداد لتجمع أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، تجمع منها مش يكون فيه شعارات منادية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، كذلك شعارات من الدفاع على المقدرة الشرائية، كذلك معناها دعم الفئات الشعبية، كذلك معناها عندنا عديد من المطالب أخرى واستحقاقات تم جهة صفاقس، هذا إلى جانب أن نحب نجاوبوا على أن الحق النقابي وممارسة الحق النقابي والمآرب السياسية اللي طرحها السيد رئيس الجمهورية
هذه المآرب السياسية يحب يقولوا أن الاتحاد العام تونس الشغل راه تأسس في عهد الاستعمار وله مشروع وطني وساهم في تحرير البلاد، والمساهمات مساهمات الاتحاد العام للشغل في تحرير البلاد وتقديم العديد من الشهداء وعلى رأسهم زعيم النقابي الوطني فرحات حشاد، هذه مآرب سياسية. والاتحاد العام للشغل مهوش حزب، إنما له رؤى ورؤية سياسية تهم البلاد، والاتحاد العام للشغل منظمة وطنية حتى ما يجي زيد على بعضها الوطني. اليوم تم توجيه الدعوة إلى عدد من النقابيين للتحقيق. سيد يوسف العويدني، ألا تخشى القيادات الجهوية أنها تستدعى أيضا للتحقيق على خلفية المسيرات والاحتجاجات التي ستقوم بها في الجهات؟ على كل هذه المقدمات كما نحب نذكر ونأكد للسادة المستمعين اللي يساندوا الاتحاد، واللي بطبيعة الحال الناس اللي تروج في الدعاية مغرضة وتشوه في الاتحاد العام تونسي للشغل وقياداته المنتخبة، لهؤلاء كل يجب نسترجعوا ونذكروا ونشطوا الذاكرة. نلقاو في 78 قبل الإضراب العام 78، كذلك صارت محاكمات واستدعاءات للأبحاث، كذلك في 85، وبطبيعة الحال بدأت الماكينة متاع ترهيب النقابيين بمثل هذه الأشكال وتلفيق بعض الملفات، وهذا ما شفناه وجربناه وتعدى علينا في المحطات اللي كنت نذكر فيها. وبطبيعة الحال احنا ما عندنا حتى خوف وما عندنا حتى نية باش نكونوا خارج القانون، وبالتالي معناها حتى التجمعات نتاعنا مش تكون قانونية وسلمية، كذلك الإضرابات نتاعنا مش ننفذوها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وفقا لما هو معمول به، كذلك المطالب نتاعنا مش ندافعوا عليها بأعلى صوت وبكل ما أوتينا من الوسائل النضالية المشروعة. السبت مش القادم، السبت اللي بعده 18 فيفري مش تقوموا بوقفة تجمع قدام الاتحاد الجهوي للشغل، ثم مسيرة مش تكون في وسط البلاد هكا؟ هذا بطبيعة الحال وهذا موقف الجهات كلها، هم يوم 18 مش يكونوا على الأقل 9 جهات معنا مش تقوم بنفس التحرك. هو نورمالمون نهار 11 فيفري باش تكون قبل لي، ثم نهار 18 باش تكون صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبه ومدنين وتوزر، هذا نهار هذيل، ثم 25 باش تكون المهدية والكيف وسريانة وقفصة وباجة، يوم 4 مارس باش تكون تطاوين جهب الزغوان سوسة وسيدي بوزيد وتونس الكبرى، باش تكون نهار 11 مارس المسيرات نتاعها. هذيا التفاصيل واضح. شكرا لفضلك سيد يوسف العويدني كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يعطيك الصحة على جملة التوضيحات. من صفاقس إلى توزر في نفس اليوم باش تكون المسيرة والتحرك الاحتجاجي. سي محمد علي الهادفي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. النور مساء الفل، شنو حوالك؟ مرحبا، شكرا لك. ظهر لي تحدثنا قبل احنا معناتها في الموضوع هذايا انكم تستعدوا معناتها حتى قبل اجتماع الهيئه الاداريه باش تقوموا بجمله من التحركات. تاكدت اليوم بعد قرارات الهيئه الاداريه في توزر. صحيح، قبل كل شيء سامحيني نحب نترحم على ضحايا الزلزال ربي يرحمهم ان شاء الله. ربي يرحمهم وربي يشفي الجرحى. كما تعرف تنفيذا لقرار الهيئه الاداريه الاخيره اللي قررت القيام بمسيرات في عده جهات او في الجهات الكل مقسمه 4-5 جهات بدءا من السبت القادم، توزر يوم 18. الاحتجاجات هي تحت زوج عناوين كبار يا اخت. العنوان الاول هو احتجاجا على استهداف قوت التونسيين خاصة بغلاء المعيشة بزيادة الضرائب بقانون المالية الكارثي بالرفع الدعم، تعرفين تطور الدولة نقص 26% من صندوق الدعم، وبالتالي الدعم رفع الدعم بدا يطبق والحكومة تقول مازال ورئيس الدولة يقول ما لا لرفع الدعم. مش صحيح، انا في الميزانيه الجديده نتاع 2023 26% نقص من الدعم
بالتالي هذا باش ينعكس على قوة المواطن وعلى قوة المواطن والمقدرة الشرائية باش تزداد تدهورا أكثر. هذا العنوان الأول. وزيادة على الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة للتوانسة عندنا الندرة نتاع المواد الأساسية. ولا المواطن توا أختي منها الهدف نتاعه والأمنية الكبرى نتاعه أن يلقى باكو حليب. الأمنية نتاعه أن يلقى كيلو سكر في السوق. الأمنية نتاعه أن يلقى طرف نتاع قهوة في السوق. رئيس الجمهورية يقول هذا سبب نتاعه الاحتكار والتهريب واللي قاعد يصير معناتها. ما الاحتكار عنصر من العناصر، أما الدولة راهي مسؤولة على قوة توانسة. الدولة مسؤولة حتى ولو أن ثم احتكار وثم برشا عناصر من الداخلة وثم سوء توزيع وثم مسالك التوزيع الماهيش مراقبة وثم برشا حاجات، هذا كل إلى الدولة هي المسؤولة على قوة التونسي على قوة التونسيين، والدولة مسؤولة على صحة التونسي، والدولة مسؤولة على ثقافة التونسي، والدولة مسؤولة على رياضة التونسي. هذه الدولة اللي هم تقدموا الانتخابات، ما هو يقدر البلاد انت قدمت الانتخابات ليش؟ ما باش تصلح وما باش تسر على حياة المواطنين. راهو توا مش معقول ان نمشي للفرماسي ما نلقوش دواء، 400 ارتيكل من الادوية الملحة ماهيش موجودة. في احلك الظروف، انت تعرفي اختي، في احلك الظروف تونس ما تفقدش الدواء. انا يعني اكبر منك، من 56 الى حد حتى 2011 2012 ما تم حتى واحد يمشي الفرماسي والدوار باش موجود. ماهوش موجود. باهي، معناتها الجملة اللي قاعد صاير في تونس والظروف الاجتماعية والاقتصادية. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني اللي احنا باش نحتجوا من أجله هو التضييق على الحرية بصفة عامة، وبما فيها حرية الإذراء. وأنت تعرفي أنها المشكلة اللي قال الكاتب عام نقابة بوتورود أنها نفس الإضراب شرعي وفيه البرقية نتاع الإضراب القانونية يستجيبوه، وهو موجود في رهن الاعتقال ومنها قمع المرتة والاستفزازات الصغيرة، هذه منها يدخل في باب الحرية، منها قمع الحريات في باب هذا الأمر 54 اللي حد وضيق من الحريات بصفة عامة، مش كنا على الإضراب ولا على الارتحال. في البلاد كاملة هناك تضييق على الحريات، احنا ماشيين الى الدكتاتوريه. معناتها الزوز عناوين، الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه ثم التضييق على الحريات هما اللي خليكم اليوم تتحركوا في الجهات. نفس السؤال اللي سالته للسيد يوسف العوادني اليوم، فما عدد من القيادات النقابيه اللي قاعده اليوم تحاكم وتمر امام القضاء على جامعه النقل وجامعه طرقات السياره. ألا تخاف القيادات ألا تخشى القيادات الجهوية اليوم في الاتحادات أنه أيضا توجه إليها تهمة تعطيل المؤسسات العمومية أو اليوم معناتها التضييق على العمل وغيره من ربما التهم اللي تنجم تكون موجودة في هذا الإطار بسبب المسيرات والتجمعات اللي بتصير؟ النقابيين راه مولفين بالسجون ومولفين بالمحاكمات الوهمية. أنت تعرفي أن الاتحاد مرة 65 أزمة 65 اختلقوا للزعيم النقابي المرحوم حبيب عاشور حكاية الباخرة 78 كيف منها الهادي نويرة خلق مشكل بالاتحاد، وقوع 26 جانفي في 84 الخبزة ثورة الخبزة ونصبوا الشرفاء وحطوا القيادات سواء الجهوية أو الوطنية في السجون. هذا ما نخشوش يراهم ولفي به، والعمل النقابي هذيك ضريبة العمل النقابي، وإحنا ندخل السجون مرفعين الرأس. مناش باش ندخلوا السجون على خاطر سرقنا، ومناش ندخلوا السجون على خاطر منها في حق توانسة ولا أجرمنا في حق توانسة ولا في حق الخدام. لا، احنا نتكلم على حق الخدام، وهم يحبوا سكت الاتحاد، يحبوا منها يدجنوا الاتحاد. فراو احنا نقولوا راو الاتحاد قوي، والاتحاد ما لازم يدجن حتى واحد، والاتحاد عنده صيته حتى عالمي. انت تعرفي الاخير ان الاتحاد ولا عضو اتحاد النقابات العالمية في المكتب التنفيذي، هذا قيمة على الاتحاد. لكن في نشوف بتونس أن الاتحاد دائما تنسوا الشغل، يحبوا خلقوا الاتحاد دائما تنسوا الشغل، تحب ناس سكت الصوت الحق. احنا ما نشبش نخطو باش نكلموا على توانسة، باش نكلموا على تونس، باش نكلموا على الشأن العام، باش نكلموا على الوضع الاقتصادي المتدهور، وكلفنا ذلك ما كلفنا. واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الصحة سي محمد علي الهيدفي كاتب عام الاتحاد الجهة والشغل بتوزر. شكرا لك، نوصل معكم لقاءنا 8:38 دقيقة على موجاتنا.
فسفس. نحكيه على سي شريف النصراوي، هو سائق